جنفرة ولامية العرب. شاعر جاهلي من الأزد كان من أكثر الصعاليك فتكاً وأسرعهم عدوى، لا تدركه الخيل حتى قيل أعدى من الشنفرة. اشتهر بلامية العرب التي كتب عنها علماء الأدب واللغة بالشرح والتحليل، قال فيها: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، وأغدو خميص البطن لا يستفزني إلى الزاد حرص أو فؤاد موكل، فضج وضجت بالبراح كأنها وإياه نوح فوق علياء أثكل، وأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل عزاها وعزته مرمل، شكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت، ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل، وأعدم أحيانا وأغنى وإنما ينال الغنى ذو البعدة المتبذل.